بس النقطة الأساسية اللي أريد أقولها ومع شديد الأسف أن الأسئلة تتكرر في كل لقاء جامعي وفي أساتذة وطلبة. يعني لو كان بالإمكان مثلا سماع ذيك اللقاءات السابقة على الأقراص وكذا، أولى من أن تزعجون أنفسكم وتأتون هنا ومخاطر. يعني كل هذه الأسئلة أنا قد أجبت عنها في لقاءات سابقة. تفتحون السيدي 10 دقائق تسمعوها كأن شيء لم يكن، وانت قاعد البيت ما يخالف شوفتي، بس ممكن بطريقة أخرى. يعني ممنون خدمتكم إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله. الأمور الأخرى حقيقة في الجانب آخر. ممنون بالخدمة، الله يعزك إن شاء الله. الله يوفقك إن شاء الله.